إحياء القضية الفاطمية إحياء للإيمان كل. كم من الأفراد اهتدوا على أثر هذه القضية، لأن هذه القضية ما بها تأويل، لا يمكن إنكارها، ما فيها غموض إذا أوضحت. كان هنالك أحد العلماء يقال له نظام العلماء، هذا العالم ذهب إلى المدينة المنورة، رأى واحد في المدينة المنورة فقال له في ضمن كلام: لماذا لم تشيع فاطمة صلوات الله عليها؟ ليش ما كان إلها تشيع؟ ليش ما إلها قبر؟ فقال ذلك الرجل: لا، فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما في المدينة المنورة. فقال نظام العلماء: تعرف نافع، نافع أحد القراء المعروفين، كم شخص اشترك في تشيعه؟ فقال: خلق كثير، ولكن كانوا فوق 500 بالضبط، ما أتذكر، ولكن فوق 500 كان. قال: فأين قبر نافع؟ قال: في البقيع، واحد من القراء، وما أكثر القراء. فقال له: إذا فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما كما تقول في المدينة المنورة، لماذا أحد من هؤلاء المشيعون ما عرف قبرها؟ وين قبرها؟ لماذا قبرها مجهول؟ أنتوا الآن هذا السؤال إذا تطرحوا على أي واحد، كل واحد قبره معلوم، ولكن بنت النبي الوحيدة قبرها مجهول، ليش؟ شنو جوابها؟ زوجات النبي صلى الله عليه وآله لهن قبر، لكن فاطمة صلوات الله عليها ليش قبرها مجهول؟ ما هو الجواب على ذلك؟ فقال: لا أعلم. قال: أنا أعلم، لأن فاطمة صلوات الله عليها أوصت أن تدفن ليلا، ولا يحضر أحد تشيعها إلا جماعة معدودة. قال: وهل تعلم لماذا أوصت أن تدفن ليلا وتدفن سرا؟ قال: لا. فأخذ يشرح له. نظام العلماء بدأ يشرح لذلك الرجل قضايا ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، وكان هذا بداية التحقيق وإعلان الانتماء إلى مذهب أهل البيت. ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا إحياء هذه، إن شاء الله تنالنا شفاعتها في يوم القيامة.